دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات حملة تعزيز صحة الأم والوليد التي ينفذها قطاع السكان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. أكد وزير الصحة أهمية الحملة في الحد من وفيات الأمهات التي لا زالت أرقامها تسجل أعلى معدل في الوطن العربي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية الموجهة للأم الطفل لكنها تجابه بضعف الطلبة عليها. وأوضح الدكتور بحيبح بأن الحملة تأتي لإعطاء رسائل توعوية شاملة لإجراء اختبارات ما قبل الزواج لتجنب كثير من الأمراض، لافتا إلى كيفية تنظيم الزيارات المتتابعة والتوعية بمخاطر الحمل والعادات التغذوية وأخذ لقاح الكزاز والرضاعة الطبيعية والتباعد بين الولادات والكشف المبكر عن سرطان الثدي. ودعا وزير الصحة إلى أهمية الاهتمام بأخذ اللقاحات للأطفال في المراكز الصحية وهي متوفرة وآمنة ومجانية وتعمل على تحصين صحة الأم. تجر الإشارة إلى أن هذه الحملة التي تستمر حتى 21 من نوفمبر الجاري في 13 مديرية بمحافظتي عدن وتعز. وهذه الحملة تعزيز صحة الأم والوليد، لأن كما ذكر الأستاذ هشام لا شك أن للأسف الشديد ما زالت أرقام وفيات الأمهات والمواليد هي الأعلى يعني في بين دول المنطقة، يعني آخر كانت تقريبا أرقام مرتفعة، وبرغم الجهود الكبيرة نحن نعرف واقع الدولة والصعوبات التي نواجهها جميعا، لكن رغم توفر الخدمات الصحية في العديد من المراكز الصحية إلا للأسف الشديد أن هناك حتى طالبي الخدمة ليس بالعدد الكبير وخصوصا من الأمهات والمواليد، برغم أنها موجودة الخدمة الصحية في معظم مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع المحافظات، لكن الطلب عليها ليس عالي برغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأمهات والمواليد. ولذلك تأتي هذه الحملة توعوية وأيضا إيصال كثير من الخدمات. وصحة الأم والوليد لا تبدأ فقط أثناء الحمل، وهذا ما نأكد عليه، بل صحة الأم تبدأ من قبل الزواج، وهذا ما تركز عليه الحملة من خلال إيصال رسالة توعوية شاملة بدءا من قبل الزواج بإجراء اختبارات ما قبل الزواج وهي متوفرة في المختبرات المركزية، لأن كثير من الأمراض يمكن تجنبها بعض الفحوصات البسيطة قبل الزواج، وأيضا التوعية الكبيرة بما يخص الحمل من بداية الحمل وكيفية تنظيم الزيارات المتتابعة إلى المرافق الرعاية الصحية بأربع زيارات على الأقل، أيضا التوعية بالمخاطر أثناء الحمل ما هي المخاطر، التوعية حول العادات التغذوية اللازمة الضرورية في الحمل.